تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، وكالعادة مع أبرز مواضيع مواقع التواصل الاجتماعي. والبداية كالعادة بعد العناوين. بسام كوسا يكشف عن علاقة المخابرات بالدراما ويجدد موقفه من فناني الذكاء الاصطناعي. إنجاز سوري، فيلم هذا البحر لي يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كوتكا لحقوق الإنسان بعد أول مشاركة له في المهرجانات الدولية. عائلات في مدينة سلامية تفترش الحدائق العامة مع استمرار الهزات الارتدادية، ومجلس المدينة يدعو الأهالي لعدم مغادرة منازلهم. من جديد عاد الفنان بسام كوسا ليثير الجدل مرة أخرى، وذلك بعد لقاء حديث عرض قبل يومين على قناة العربية مع الإعلامي خالد مدخلي، وذلك من قلب العاصمة السورية دمشق. تحدث فيها كوسا عن الفن والسياسة ورأيه بالأعمال الفنية والدرامية وغيرها، وأيضا كشف عن كواليس شخصية الإذاع الشريف في مسلسل باب الحارة، ولماذا رفض أن تعود تلك الشخصية إلى العمل أسوة بغيرها من الشخصيات التي كانت قد ماتت في جزء سابق. لكن ما أثار الجدل وأعاد حديث بسام كوسا للتداول هو تجديد موقفه من الفنانين الذين يتخذون الفن ستارا لهم لأعمال قذرة أخرى. هو تصريح قديم لبسام كوسا يعود إلى ما يقارب الشهرين، فجر وقتها فيها مواقع التواصل الاجتماعي لتتوجه أصابع الاتهام في وقتها إلى الفنانة السورية هبة نور، التي كانت تعرضت لهجوم عقب مقطع فيديو مسرب كانت فيه في سيارتها مع أحد أصدقائها في وضع مخل. لاحقا ردت هبة نور بمنشور على صفحتها، يعني بطريقة غير مباشرة كما قيل على بسام كوسا. ولكن بسام كوسا في هذا اللقاء الذي استغرق نحو النصف ساعة قال إنه لم يكن يقصد أحدا بعينه بذاك اللقاء أو بتلك الجملة، مستشهدا بمثال شخص فقد محفظته بين 20 فرد، وعندما أعلن أنه فقد محفظته قفز أحدهم وقال لست أنا من سرقها، مشيرا إلى أنه لم يقصد أحدا وأن الذين اعتبروا أنه يقصدهم لا يعيرهم اهتماما على الإطلاق. وفي سؤال للإعلامي خالد مدخلي عن المخابرات السورية وهل تتحكم بالدراما السورية، يقول كوسا يا لطيف في بداية جوابه، ويضيف يعني إذا ربطت مفهوم الرقابة بالمخابرات أنه عنده الناس بيقروا فممكن، وإن كنت تقصد أن هناك جهة تقرأ النصوص وتراقب فهذا أيضا ممكن. هناك شيء عند أجهزة الدولة لديها مهمات، أتمنى أن تكون هذه المهمات غير ضاغطة على الإبداع، أما عن الرقابة فهي موجودة في كل الدنيا كما يقول أي حدا بيطلع على الشاشة، على شاشة التلفزيون بيكون في حدا قايل له شو يقول، هكذا قال بسام كوسا. عادت أيضا قضية الذكاء الاصطناعي للإثارة من جديد، وطبعا موضوع الذكاء الاصطناعي كما يعرف الجميع مرتبط بالفنان أحمد رافع الذي أيضا تعرض لهجوم كبير عقب فيديو مسرب أيضا مع إحدى عشيقاته مريومة الشهيرة، علق وقتها عليه بالقول إنه من تركيب الذكاء الاصطناعي، فذهبت العبارة مثلا أصبحت مثلا يتندر به كل من هب ودب ولكل من يتعرض لمثل هذا الموقف. وعن هذا الموضوع تحديدا يقول بسام كوسا أنا مع حرية الشخص أن يمارس حياته كما يشاء وكما يريد، لكن أنا ضد الاستخفاف بعقول الناس والقول بأنه ذكاء اصطناعي. لقد تم استخدام الذكاء الاصطناعي يقول بسام كوسا لأول مرة في مسلسل تاج في استحضار شخصية الرئيس السوري السابق شكري القوتلي، كلف الكثير من الأموال والوقت والجهد فكفى استخفافا بالعقول. كثير طبعا من التفاعلات والردود كانت حول تلك المقابلة لبسام كوسا، من أبرز الردود أو ردود الفعل على اللقاء بسام كوسا كان ما قاله الممثل معن عبد الحق المعروف بموالاته الشديدة لإيران.
قبل أن نذهب إلى رد معن عبد الحق، سبق لمعن عبد الحق أن نشر فيديو، هذا هو الفيديو، هو فيديو قديم حذر فيه بسام كوسة من الظهور على شاشة العربية، ولكن الأخير يبدو أنه لم يستجب لمعن عبد الحق فظهر. مرحبا، رسالة إلى الأستاذ بسام كوسة. بداية أستاذ بسام كوسة، أبدأ من حيث انتهيت حضرتك في لقائك الأخير مع الإعلامية هيام حموي، الذي قلت فيها أنك ستلتزم الصمت، ولكن يبقى لك لقاء واحد مع القناة المسماة العربية. هذه هي أستاذ بسام كوسة، إياك أن تظهر على هذه القناة، اعتبرها رسالة من مواطن عربي عادي. إياك أن تظهر على هذه المحطة يا أستاذ بسام كوسة، وأنا كنت أربأ بك أن تقول للناس أن لك لقاء أصلا على هذه المحطة في طوفان الأقصى، وأن تذكر اسمها، أو أنه إمكانية أن تظهر عليها، وأن تظهر بلقاء على هذه المحطة يا أستاذ بسام كوسة. أستاذ بسام، ظهورك على هذه يجب أن تلغي أي لقاء. طبعا كما قلنا، هذا فيديو كان نشره معنا عبد الحق في وقت سابق، حذر فيه بسام كوسة من الظهور على قناة العربية. وبعد أن خرج بسام كوسة على قناة العربية، بالفعل معنا عبد الحق نشر منشورا عقب هذا اللقاء لبسام كوسة، يقول في هذا المنشور، غير موجود المنشور، أوكي، يقول معنا، يعني هو منشور مطول، يقول بأنه تخاطب جهات مسؤولة في الدولة السورية وتناشدها بموقف ما، ومثلا حضر حفل لفنان مطبع، فتستجيب الدولة، ولكن عندما تناشد مثقفا سوريا أنه يطلع على محطة بوق للاستخبارات الغربية تجهر بالصهيونية وهي ذراع إعلامي دعائي متورط، هذا هو المنشور، بالإبادة الصهيونية في فلسطين، موقف المثقف، ثم يسأل مستغربا لماذا يسخف الناس المثقفين والمبدعين في بلادنا ويحترمون الضابط. يقول معا أو يرد على بسام، لأنكم تمولون من أنظمة التحالف مع الإبادة الصهيونية يا أستاذ بسام، ولا تجرؤون كمثقفين على مقاطعتها، ولا حتى في قلب إسنادها وإسناد إعلامها للإبادة، ولا حتى نقدها بشذرة من سخريتكم من نظام أهيانيالي، بينما تقدمون أنفسكم لمجتمعكم السوري أحرارا نقادا أصحاب مواقف محترمة، وتستغربون استخفاف الناس بالمبدعين. يا ليتك تخرج وتقول عن هذا الظهور واللقاء على محطة إسناد الإبادة الصهيونية ذكاء صناعي. إذن معنى عبد الحق حذر بسام كوسة من الظهور، ظهر بسام كوسة، لم يستجب لمعنى عبد الحق، خرج معنى عبد الحق وشتمه من جديد. في التعليقات وردود الفعل كتب هنا محمد السعيد، يقول أنا أحترمك والكلام لبسام كوسة، ولكن عليك أن تعلم أن سوريا ليست للجميع، وأعتقد أنك تعلم ذلك. هنا أيضا منير يقول أنه ليش لاحقين بسام كوسة بكل كلمة بيحكيها، حتى الفنان بسام كوسة بدكم تشوهوا صورته للعالم. سامر محمد يقول للأسف خسر الكثير عندما تكلم، لو بقي صامتا لبقي تقديره لدى الجميع. أما مسعود رضوان فيقول كل كتاب أو نص يجب أن يمر على المخابرات، هي من القديم منعرفها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نبقى مع الفن، فلطالما شكلت الثورات والحروب والمآسي مواد غنية للأدباء والفنانين، يستلهمون منها إبداعات تخلدهم في أذهان الناس وتخلد القضايا التي يتناولونها لعقود وحتى لقرون، كما هو الحال مثلا مع الفيلم الشهير بريف هارت، القلب الشجاع، الذي جسد مقاومة الإسكتلنديين ضد الإنجليز، أو مثلا مسلسل تشيرنوبل الذي روى قصة مأساة المفاعل النووي الذي يحمل اسم الفيلم، وذلك في أوكرانيا خلال حكم الاتحاد السوفيتي منتصف الثمانينات في القرن الماضي، والأمثلة كثيرة لا يسعنا حصرها جميعا بالتأكيد. لكن محليا وبعد 13 عاما على الثورة السورية والحرب التي شنها النظام على السوريين الذين انتفضوا ضده، لم يستطع الفن للأسف مواكبة الحجم الهائل لهذه المأساة.
إما بفعل فاعل حيث يسيطر النظام على كل القطاع الفني أو معظمه ويتحكم بمخرجاته، فبرزت طبعا أعمال تجسد رواية النظام المزورة والمزورة للثورة والمأساة أو لقصور وتعقيدات كثيرة تواجه الطرف المعارض للنظام خلال العمل في هذا القطاع. طبعا هناك أعمال، ولكن أعمال قليلة سينمائية درامية حاولت إلقاء الضوء على جزء من المأساة، نجحت في تحقيق بعض النجاحات الملفتة للنظر، وذلك للشح الكبير في هذا القطاع المهم المهمل. نستذكر منها مثلا نجاحات أفلام وثائقية تسجيلية كالفيلم الشهير فور سما أو إلى سما لمخرجته وعد الخطيب، والذي حصد جوائز عالمية عديدة أبرزها جائزة العين الذهبية في مهرجان كان، وأيضا ترشحه للقائمة القصيرة لجائزة الأوسكار. أيضا فيلم ذا كيف الكهف للمخرج السوري فراس فياض، والذي يروي مأساة أهالي غوطة دمشق الشرقية من خلال قصة الطبيبة أماني بلور. الفيلم أيضا نال العديد من الجوائز العالمية وترشح للأوسكار أيضا. وأيضا دراميا كان هناك مسلسل ابتسم أيها الجنرال من إنتاج شركة ميتافورا للكاتب سامي رضوان، وبطولة عدد من نجوم الدراما السورية كمكسيم خليل وسوسن أرشيد وريم علي وعبد الحكيم قطيفان وغيرهم، وحصد أيضا نجاحا شعبيا ملفتا خاصة في ظل ندرة الأعمال الدرامية التي روت المأساة السورية من وجهة نظر مناهضة للنظام وهي قليلة جدا. اليوم يسجل فيلم This Sea Is Mine، هذا البحر لي، من إنتاج تلفزيون سوريا، يسجل نجاحا جديدا في هذا المجال، حيث حصد الفيلم جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كوتكا لحقوق الإنسان 2024 في فنلندا، في أول مشاركة لهذا الفيلم ضمن مهرجان دولي. قبل الحديث عن هذا الفيلم، هذه طبعا المنشور الذي نشرته صفحة المهرجان وأعلنت فيه فوز الأفلام الفائزة في هذا المهرجان، ومنها فيلم هذا البحر لي الذي فاز كما قلنا بجائزة أفضل فيلم وثائقي بس دوكيومنتري. قبل الحديث عن تفاصيل الفيلم، دعونا بداية نشاهد هذا البرومو أو العرض التشويقي له ونعود. قصة عن الموت والنجاة. قصة من ثلاثة سطور. هذا الطريق كان طريق مسير مش مخير. الموت أم هذا الطريق؟ عندك حل من اثنين، يا أنت يا جوزك وولادك، اختاري. سطر من سماء غادرة، سطر من أرض الخوف. أنا ما عاد فيني، أنا بدي أطلع من هالبلد. وسطر يكتبه بحر مجهول. كم وقت أنا بدي موت؟ حاجة فتحت تمي وبلعت مي. صرنا نخاف من الموت. مخيف بدك تموت ومحزن. صرت أتشاهد إنه بأي لحظة من اللحظات إنه أفقد حياتي أنا. قصة عن الفقد. فت على غرفة الكابتن ما شفت غير قلب. وعن ثمن الحياة الجديدة. هو وأمه وأخته ومرته وأولاده كلهم ماتوا. أنا مستاهل عمل ما. قصة عن التمسك بالأمل. إنها قصة واحدة لأكثر من نجاة. أي هي رحلة الموت؟ طبعا ألف مبروك للزملاء،
منتجي هذا الفيلم. الفيلم إنتاج تلفزيون سوريا ومن إخراج محمود حسن الذي كتب السيناريو أيضا. ويتناول هذا الفيلم قصة 6 ناجين سوريين في رحلتهم بحثا عن الأمان، ويحكي كل واحد منهم بدوره عن قراره الصعب بالفرار من الحرب الوحشية للنظام، كما يصور الفيلم كيف تمكن البعض من الوصول إلى اللجوء مع عائلتهم، بينما فقد آخرون أحباءهم في هذه الرحلة الصعبة، ويستذكر شهود تجاربهم المريرة التي تصل إلى أعماق طبقات الذكريات، يتحدثون عن وطنهم وبيوتهم ومدنهم وقراهم والشوارع التي مشوا فيها وهم أطفال، والمتنزهات والحدائق التي كانوا يلعبون فيها. كما يتذكر الناجون صور الحرب الدموية والوحشية التي حفرت في ذاكرتهم وتحولت إلى حافز للوصول إلى أرض جديدة، ويتذكرون أيضا طريق طلب اللجوء الذي عبروا فيه عدة بلدان وشعروا بإحساس المنفي حيث لم يكن أمامهم سوى البحر، وهذه مغامرة ليس أمامها سوى خيارين، الوصول أو الموت. المزيد من التفاصيل عن الفيلم وعن المهرجان في المادة التالية. ما تزال الزلازل تشغل السوريين هذه الأيام مع استمرار الهزات الارتدادية تحديدا في مناطق ريف حماة، حيث سجلت اليوم هزة ارتدادية جديدة شرقي مدينة حماة بلغت 3.1 درجة على مقياس ريختر. ومع استمرار الهزات الارتدادية تستمر مخاوف الأهالي من تكرار مأساة الزلزال السادس من شباط في العام الماضي، حيث ما يزال عدد من العائلات يفترشون الحدائق العامة والشوارع، وخاصة في مدينة سلمية في ريف حماة الشرقي، حيث تركز فيها عدد من الهزات خلال الأيام الماضية. فقد ذكر مجلس المدينة أن الهزة الأرضية التي شهدتها المدينة يوم الجمعة الماضي أعادت أهالي المدينة إلى نقطة الصفر بعدما بدأ المواطنون يعودون إلى حياتهم الطبيعية بعد الهزة التي حصلت في 12 من آب الجاري بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام. تقول رئيسة مجلس مدينة سلمية سهاد زيدان إن هذه المستجدات فرضت على مجلس المدينة التعامل مع الواقع الراهن كاستجابة وليس توجها، حيث تم تحديد عدة نقاط وساحات بعيدة عن الأبنية المجاورة لتجهيزها لإقامة الناس، وأشارت إلى أن مجلس المدينة ليس مع مغادرة الناس منازلهم لزيادة نسبة الهلع، فالهزات لا يمكن التنبؤ بها وبأوقاتها وشدتها، والحياة الطبيعية يجب أن تستمر. تضيف زيدان بالقول أن العديد من المواطنين رغبوا في نصب بيوت من الشعر في ساحات أحيائهم، فعمل المجلس على تنظيفها وتجهيزها وفي مناطق أخرى موزعة في أحياء المدينة أيضا. الهزة التي ضربت ريف حماة الشرقي يوم الجمعة الماضي تسببت بالعديد من الإصابات بسبب التدافع أثناء الهروب من المنازل، إضافة لحوادث الهلع وحالات الرعب التي حصلت، وهو ما دفع أهالي مدينة سلمية إلى افتراش الحدائق والشوارع كما ذكرنا. المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في المادة التالية.
وعن إمكانية تطور الهزات الأرضية في سوريا إلى زلزال قوي. كشف مدير الرصد الزلزالي في سوريا رائد أحمد لموقع أثر بريس المقرب من النظام عن إمكانية استمرار الهزات الأرضية الضعيفة إلى المتوسطة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الهزات المسجلة حاليا تعد ارتدادية ولا تشكل خطرا كبيرا في الوقت الراهن، مضيفا أن هذه الهزات لن تتطور إلى زلزال قوي حاليا، لكن في حال حدوث زلزال أكبر من 5 درجات سيتم إعادة النظر في الاحتمالية، وقد يتم التفكير في سيناريو أبعد. وتابع قائلا: ما سيحدث في الفترة الحالية هو استمرار الهزات الضعيفة إلى المتوسطة في فترات سابقة. ما بعد الزلزال السادس من شباط سجلنا 30 هزة في موقع زلزال سلمية بالقرب من زغرين، كما سجلت المحطات هزات شمال غربي حماة وشمال غربي حمص على فالق البحر الميت المشرقي حاليا. تحدث الهزات على الفوالق الفرعية وبعيدا عن الفالق الرئيسي كما قال. في التفاعلات والتعليقات كتبت تالا يوسف تقول: عشنا الشعور بزلزال 6 شباط، الله يكون معكم يا رب. أيضا تقول ولا تقول: المشكلة أغلب البيوت تصدعت وما لنا عم تتحمل، فهي لحالة مشكلة، الله يعيننا ويعين البشر ويفرج علينا يا رب. وهذا كان آخر تعليق. إلى هنا وصلنا إلى ختام ريبوست اليوم، غدا لقاء جديد بتمام 6 بتوقيت دمشق. إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله وإلى اللقاء.